وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا بيك. لو سمحت عايزه اسال سؤال. اتفضلي يا فندم. دلوقتي ابني الكبير يعني كان روحه في امه وامه راحوا فيها، ماشي، اتجوز وكان يعني مراته في البيت، قدمت له كل طيب معروف وليها، خدته ومشيت من البيت، ماشي، وتأجرت وقعدوا بره. دلوقتي يعني اخر حاجه قالتها، قالت ام مامتك سقيانه وعامله لنا عمولات وكلام ده، اقسم بالله ما اعرف عن الحاجات دي حاجه خالص. ماشي يا حبيبة قلبي، انت دلوقتي يعني ابنك كان عايش معاكي هو ومراته، بعدين مراته خدته وسكنه لوحدهم بره وقالت له ان انت بتعملي لهم مشاكل واعمال ومش عارف ايه، صح كده؟ طيب وهو بقى هو وضعه ايه ابنك؟ يعني انا ما بشوفوش من العيد الصغير، ما شفتوش. يعني هو صدقها؟ مصدقها. لا، مين قالك يا حاجة ان هي قالت كده؟ ليه انا؟ قال ان انت عامله لنا عمولات. هو ابنك اللي جه اتخانق معاكي وقال لك كده؟ قال لي. وما بيشوفكيش بقى من العيد؟ لا من العيد الصغير. ايوه، يعني هو صدق على اساس ايه؟ يعني هل في مشكله حصلت بينك وبينها؟ يعني ابدا لا ما فيش الكلام ده. لا، ما اتخانقتيش معاها؟ ما حصلش اي مشكله؟ طب هو ليه صدق؟ ما اعرفش والله. من غير سبب صدق؟ أوه. طيب انت سؤالك ايه بقى؟ بس يعني ايه الحل في كده، ولا اعمل ايه، ولا كده؟ حاولتي يعني تتكلمي معاها او معاه؟ لا ولا عياله بشوفهم ولا اعرفهم حتى. حاولتي تكلميهم ولا هم ما بتكلميهم مش بيردوا؟ ولا انت ما حاولتيش؟ حاولت. هم ساكنين في نفس المكان اللي حضرتك فيه ولا بعيد عنك؟ لا بعيد شويه، بعيد. ماشي. بيني وبينهم مواصله يعني. ايوه ماشي. لا شك ان ده على فكره يعني دي قله عقل اولا، يعني ده ما فيش عقل ان الراجل اللي هو، لا فرضا يعني لو مراته قالت له الكلام ده كان يقول لها خرصي، احنا ما عندناش الكلام ده وما ينفعش انت تتكلمي على امي بالطريقه دي ابدا على الاطلاق. الجرم الاكبر بقى ان هو يروح يقول لمامته الكلام ده، يقول لها اصل انت عامله اعمال. ايه اعمال ايه؟ يعني احنا يا جماعه حياتنا دي كلها تسير ان انا عامله عمل او فلان عامل عمل، او احيانا يجي حد يقول لي كده اصل معمول لي سحر. انت مين قال لك اللي هو معمول لك سحر؟ ومين قال لك اللي هو معمول عمل؟ قول لي اللي انت خايب، وقول لي اللي انت مش نافع في الحياه، وقول لي اللي انت عندك كسل، وقول لي اللي انت ما عندكش همه، وقول لي اللي انت عندك فطور، لكن ما تكونش اصلي معمول لي عمل. على ايه حصره؟ بيتعمل لك عمل ليه؟ انت ليه الشماعه اللي انت معلقها دي؟ فدي اجرام كبير جدا اولا من الرجل، ماليش علاقه بالمراه اللي هي مراته دي، لكن لو مراته قالت له كده يقول لها اخرصي، ده في الاخر امي، انت ازاي تقولي الكلام ده؟ طيب هو بعد، فين بقى حق الام؟ فين البر؟ طيب نعمل ايه يا حاجه؟ انت تروحي تشوفي حد من الجيران الناس الصالحه دي اللي هو بيبقى ليه تاثير عليهم، يروحوا له يكلموه يقولوا له يا حبيبي دي امك، واحد يفوقه ان شاء الله يديله قلمين على وشه يقول له دي امك في النهايه، تيجي تبوس رجليها قبل ايديها. يعني شرعا؟ لا يجوز شرعا طبعا. اللي هو الوضع ده شرعا؟ لا يجوز شرعا. ايه وضع ايه؟ ما ينفعش ان هو يقطع مامته العقوق مهما حتى ولو كانت غير مسلمه. احنا دايما بنقول احنا مش سامعين الطرفين. شوف القران بيقول وصاحبهما في الدنيا معروفه، صح كده ولا ايه؟ الام دي لو اخطات والاب يعني. اصل في الحاله دي مش حكايه طرفين، هي بتقول ابني ما بيجيليش، ما بيجيلهاش ليه؟ لو الام دي عملت اللي عملته، مش القران بيقول وصاحبهما في الدنيا معروفه؟ تبقى الام ام. احنا يا جماعه ما يبقاش كده، بيبقى راسي براس امي وراسي براس ابويا، عيب جدا. ما نوصلش بقى للمرحله دي، خلينا نتربى ونتادب من جديد. طيب يبقى